ما هي المواقف الحقيقية للأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية من خلال بدء فعاليات مؤتمر جنيف 2؟ الموقف المصري والذي عكسه كلمات وزير الخارجية نبيل فهمي، الموقف السعودي كذلك، وكثير من النقاط التي يمكن أن نتوقف عندها، بالإضافة إلى التباين الملحوظ في المواقف والمصالح الأمريكية والروسية، على الرغم من أن الدولتين هما اللتان من الأساس دعتا أو اتخذتا زمام المبادرة لعقد هذه المؤتمر. أجدد التحية بضيفي الأستاذ أمير نبيل، نائب مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط. وأبتدي مع حضرتك أستاذ أمير، مع الموقف الدولي أو ثقلين، الثقل الأمريكي والثقل الروسي، وتباعد واضح في وجهات النظر، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر عما يثمر مؤتمر جنيف 2؟ تمام. هو يعني الموقف الأمريكي المعلن هو ضرورة إزاحة بشار الأسد من المشهد السوري على الإطلاق، وأنه يجب أيضا استبعاد إيران من أي مفاوضات تتعلق بالجانب السوري. على الجانب الآخر، الموقف الروسي يبدو فيه بعض التناقض، يعني يدعونا حسب كلمة سيرجي لافروف اليوم في جلسة افتتاحية في مونترو إلى عدم تدخل اللاعبين الخارجيين أو الأطراف الخارجية، بمعنى أن الأمر والشأن هو شأن سوري داخلي بين نظام حاكم وبين معارضة، يجب أن يحسم فيما بينهما بدون تدخل خارجي. ربما تكون طبعا مظلة الأمم المتحدة هي المسموح لها بالحضور، بينما الآخرون يظلون متفرجين كما يقال يعني. لكن الواقع أن هناك مظلة أخرى دولية تختلف عن مظلة الأمم المتحدة، ربما نسميها مظلة غير رسمية، هي مظلة الدول الكبرى، الدول الإقليمية، ومن بينها طبعا مصر والسعودية كما ذكرت حضرتك. الموقف الروسي فيه بعض التناقض، من أين يرفضون يعني وجود لاعبين خارجيين ومع ذلك يصرون على مشاركة إيران؟ إيران لاعب رئيسي في هذا الموضوع، ولكنه لاعب بشكل غير مرضي أو غير مرغوب فيه أيضا من جانب المعارضة على سبيل المثال. فبالتالي هناك اختلاف في وجهات النظر فيما بين أمريكا وروسيا، ومع ذلك تجمعهما المصالح. هل الأطراف اللي داخلة غمار المنظومة السياسية أستاذ أمير، سواء كانت أطراف دولية أو أطراف إقليمية، ممكن من ضمن ما يعطل المسيرة ولا يؤتي الثمار المرجوة أنها مدفوعة أو موجهة بمصالحها الشخصية أكثر من الصالح السوري في هذه المرحلة؟ إذا كنت تقصدين المصالح الشخصية على مستوى الدول أيضا وليس على مستوى الأفراد، يعني لعب أدوار أكبر في المنطقة. بالضبط. هو يعني سوريا تجمعها أطراف يعني مختلفة الحقيقة، هي تحركها أكثر منها مصلحة الشعب الروسي السوري كما يقال يعني. يعني على سبيل المثال مثلا، ليس بالضرورة أن إيران تساعد سوريا وتحارب في داخل سوريا من أجل مصلحة يعني عامة أو مصلحة سياسية، ولكن هي لها علاقة بالشيعة في سوريا والمصالح الاقتصادية مع سوريا، لها علاقة أيضا بدخول حزب الله على الخط و التدخل أيضا في النزاع السوري الداخلي. لكن المصالح أيضا ليست ببعيدة عن الأطراف الأخرى، يعني المصالح الأمريكية والروسية أساسية، أن يعني يكون هناك حالة من الاستقرار من أجل مصلحة وأمن إسرائيل. واضح أن السعودية التفتت لهذه المشكلة، مواطئ القدم الخارجية في الشأن السوري، من خلال الكلمة السعودية اللي ركزت على يعني واحدة من المسائل الضرورية التي تصب في هذا السياق، خروج عناصر حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني من سوريا في إطار أي حل ممكن. يعني هل يبدو ذلك في المتناول؟ هو في تقديري أن السعودية خشيتها الأولى هو إيران، يعني هي ترفض تماما وجود إيران على طاولة المفاوضات، وربما يعني تنسحب السعودية كطرف في الموضوع السوري إذا ما اشتركت إيران في مثل هذه المفاوضات، رغم أنه على المدى الطويل كما ذكرت سوف تشارك إيران في أي مشكلة تتعلق ب أو في أي تسوية تتعلق بالأزمة السورية. اسمح لي نخرج لهذا الاتصال ونقترب بشكل أكبر أيضا من المواقف الغربية على وجه الخصوص، الموقف الأمريكي والموقف الروسي إزاء ما يجري في سوريا واتجاه ما يمكن أن يمثله مؤتمر جنيف 2. معنا عبر الهاتف الدكتور خليل جهشان، الكاتب والمحلل السياسي، متحدثا إلينا من واشنطن. بعد تحية دكتور خليل، الموقف الأمريكي يثار كثيرا بأنه حتى وإن كان هناك اختلاف في بعض التفاصيل، لكنه يبدو بشكل كبير متماشيا مع موقف المعارضة القاضي بإخراج بشار الأسد من المعادلة السياسية السورية. ماذا تقولون في ذلك؟ هذا صحيح، وهذا طبعا ليس بجديد منذ فترة طويلة في الواقع، يعني منذ بداية الأزمة الولايات المتحدة تعتبر أنها أعطت فرصة سانحة للنظام
بأن يتجاوب مع مطالب الشارع السوري، وهذا ما لم يتم. ولذلك خصوصا بعد ازدياد العنف والقمع في سوريا تغير الموقف الأمريكي للمطالبة بإسقاط النظام هناك، وما زالت الولايات المتحدة متمسكة كما هو الحال بالنسبة للمعارضة السورية بأن بشار الأسد ليس جزء من الحل. نعم، الحكومة السورية مصرة على أن يلعب بشار الأسد دور في المستقبل القريب على الأقل لسوريا، والمعارضة ترفض ذلك وتراه شرطا أساسيا حتى يكون هناك أي مجال للتفاوض أو الحديث لإيجاد حلول سياسية للأزمة السورية. من خلال الغائبين والحاضرين لهذا المؤتمر والقناعات والتوجهات سواء من قبل الأطراف الإقليمية أو الدولية، ما المنتظر أو ما السيناريو المتوقع للفعاليات التي يشهدها مؤتمر جنيف 2، و سقف توقعاتهم لما يمكن أن يخرج به بنتائج إيجابية؟ لا شك أننا سنرى يعني عبر مشروع تفاوضي بهذا الحجم ومن هذا النوع سنرى تغييرات كثيرة في المواقف خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، لأن ليس يعني لا نتوقع حل سحري سريع ونتوقع حملة أو يعني مفاوضات مستمرة لفترة طويلة. وسنلاحظ أن الأطراف ما سمعناه من الأطراف خلال الأيام القليلة الماضية كان في الواقع يعني هو محاولة من هذه الأطراف للإعلان عن مواقفها المبدئية أو الأولية في محاولة للتأثير على جدول أعمال المؤتمر وعلى مرجعية المؤتمر والمواقف أو النتائج التي ستنتج عنه. ولكن بدون أي شك لا أحد يتوقع لهذه المواقف أن تفرض على الأطراف الأخرى. أخيرا الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون قال إن العملية العسكرية في سوريا طالت من دون التوصل إلى حل للصراع السوري. يعني هل من نفس المنطلق يمكن أن نقول في وقت قريب جدا بأن العملية السياسية كذلك طالت، وأن ما سوف يتم على مدار الأيام القليلة المقبلة في إطار الفعاليات التي يشهدها المؤتمر في سويسرا سيطال أمد الصراع على الرغم أيضا من التدخلات السياسية لهذه الأزمة؟ لا شك أننا يعني نلاحظ اليوم هناك شبه إجماع بأن الحل العسكري غير واقعي وغير معقول، ولكن آمل بأن نصل إلى الاستنتاج يعني خلال أيام أو أسابيع بأن كذلك هو الحال بالنسبة للحل السياسي. آمل أن تعطي جنيف 2 فرصة للحلول السياسية لطرح هذه الحلول والتجاوب معها وإيجاب ربما حد أدنى مشترك بين النظام وبين المعارضة لإيجاد مخرج لهذه المذابح ولهذه الأزمة في سوريا. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خليل جهشان الكاتب والمحلل السياسي متابعا ومحللا من واشنطن. عودة للأستاذ أمير نبيل. أستاذ أمير، يعني ربما نفس التساؤل وبصيغة مختلفة الأخيرة اللي كنت طرحته على دكتور خليل، يعني هل تنجح السياسة وينجح ما يشهده مؤتمر جنيف 2 من خلال الحاضرين والغائبين، وإن كان حتى النجاح اللي حققه جنيف 1 ليس بالنجاح الكامل، ودليل على ذلك أننا ما زلنا أيضا في جدل ودائرة مفرغة حول الالتزام بمقررات، هل ينجح في ما أخفقت في العملية العسكرية؟ هو يعني في تقديري أنه بعد عام ونصف من جنيف 1 لازالت الوثيقة التي صدرت عن جنيف 1 والتي تصدرتها بعض الشروط على رأسها تشكيل حكومة انتقالية ليس فيها بشار الأسد لازالت هي المطروحة في جنيف 2. هذا يعطينا انطباعا بأن من الصعب الحكم على نتائج ملموسة حقيقية في الفترة القصيرة القادمة تفرز عن جنيف 2. الحقيقة أن يعني لا يفوتني أن أشير إلى لقاء تلفزيوني أجري مع الرئيس السوري بشار الأسد، يعني تحدث فيه عن أن قضية جنيف 2 المطلوب منها فقط هو الخروج بتوصيات خاصة بمكافحة الإرهاب الذي يقصد به الإرهاب في داخل بلادي الذي يمثله المعارضة حسب وصفه، يعني بينفي طبعا حدوث أي مجازر، بينفي حدوث أي مسؤولية على الجيش وقواته وكذا. يعني هذا الفهم والذي يؤكده أيضا وليد المعلم وزير الخارجية السوري قبل مغادرته دمشق متجها إلى مونتو قال إن الرئيس الأسد خط أحمر، الحديث عن تغيير في الهيكل النظام السوري خط أحمر، هذا يعني لا يعني إلا شيئا واحدا، حضور النظام الحاكم ممثلين النظام الحاكم لمفاوضات مونترو جنيف 2 كان المقصود بها
فقط هو تحسين صورة النظام الحاكم. البعض فعلا بيشوف الجزئية اللي حضرتك بتقول عليها ان هي ممكن تكون لتجميل شكل النظام السوري فقط، لكنها لن تؤتي بنتائج مجدية. فكرة جلوس الحكومة والمعارضة على طاولة واحدة. وكان في أثير ايضا قبل المؤتمر بأيام قليلة انه حتى في تهوين مما سوف يخرج به من نتائج، انها سوف تصب في مسألة مكافحة الإرهاب اكثر من الحديث عن المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا. لأي مدى تتفقون مع هذا؟ يعني اتفق الى حد بعيد في ان يعني النظام الحاكم السوري يسعى الى الخروج بنتيجة يعلن العالم اننا نساهم في مكافحة الإرهاب. هذا الإرهاب الذي يقصده هو إرهاب من يجلسون معه على طاولة الحوار. هذا ايضا غير منطقي ان تجلس مع اشخاص انت ترى، يعني نظام الحاكم السوري يرى ان هؤلاء جزء من عملية الإرهاب. من وجهة نظري ان هناك بعض الشرذمة التي تسعى الى إثارة الإرهاب وإثارة العنف في بلده سوريا ومن خلال اطراف خارجية حسب تقديرهم ايضا. لكن على الطرف الاخر قضية الإرهاب ليست هي القضية الأساسية في مفاوضات مونترو. الولايات المتحدة الأمريكية رد جون كيري على هذا المعنى وقال ان سوريا في ظل الأسد هي مغناطيس للإرهاب. هذا نتاج لجهود الرئيس السوري بشار الأسد، حول بلده الى مغناطيس للإرهاب، اي انها دولة الإرهاب فيها يعني متوغل ويعني من كل يعني الدول المجاورة يسعى الى استقطاب اشخاص يحاولون الدخول في العنف واستخدام أسلحة الدمار الشامل. هذا الإرهاب بعض الأطراف للحضور كحضور شكلي فقط يطرح تساؤل جدير بتوجيهه، لمصلحة من إطالة أمد الصراع في سوريا؟ هي لمصلحة، يعني كما يعني يتفق الجميع أن لمصلحة جماعات العنف ايا كانت هذه الجماعات، يعني ممثلي العنف قد يكونون من النظام الحاكم وقد يكونون من اي طرف اخر. لكن المنطق يقول ان اي نظام حاكم يمارس العنف تجاه شعبه هو نظام بالفعل ارهابي، هو نظام صناعة الارهاب الدولة كما يقال. ارهاب الدولة ده يعني متجسد في نظام بشار الاسد. انا اكثر من استخدام صدام حسين ان هناك تشابه في روابط الحقيقة يعني. لكن لا يفوتني هنا ان اشير الى الموقف المصري كما داخل حضرتك سؤال قبل ما نتكلم موقف المصري وموقف السعودي كمان. هل الفراغ اللي احدثه اما ان كان في دوليه ثقل اقليمي وتراجع بفعل ثوره الربيع العربي وما الى ذلك والاحداث اللي شهدتها المنطقه، وايضا الفجوات التي احدثها الارهاب الذي يطلب وجهه القبيح في اكثر من ملف ومنها ايضا ما يجري في العراق بالتاكيد، هم اللي وفروا ان هذا الفراغ بتسعى لشغله دول اقليميه ربما ليس لها مصالح تصب في الصالح العام لسوريا بقدر ما لها مسعى لتنامي دورها في المنطقه الى ان تدلو بدلوها في هذه المرحله. يعني حضرتك انا دعيني احدد هذه الدول على سبيل المثال. هي طبعا دول يعني ايران تحديدا دوله كبيره ولها دور فاعل في منطقة الخليج ولها دور آخر في منطقة الشام، ونسمع عن يعني ويتسعى لها الدور في العراق أيضا طبعا العراق وسوريا وربما مصر أحيانا، يعني فهي لاعب رئيسي في المنطقة وتسعى إن تكون زعامة للمنطقة. يعني لم يتحقق لها هذا المعنى الحمد لله يعني. لكن على الجانب الآخر هناك مصر والسعودية يعني بتحاول أن تلعب دورا يعني فاعلا في الأزمة السورية من الناحية الدبلوماسية ومن الناحية الإنسانية. يعني مصر تستضيف، لا يفوتنا نقول أن مصر لديها 300,000 سوري منهم 200,000 لاجئ، يعني ومصر لا زالت ترحب باللاجئين السوريين. هذا لا يحدث في كثير من بلدان العالم. مصر من فترة كبيرة حتى قبل ما يستنفذ الحل العسكري وسائله كانت دايما تميل أكثر إلى الحل الدبلوماسي الحل السلمي. نفند الموقفين وإن كان في قواسم مشتركة كتير بينهم. وزير الخارجية نبيل فهمي اعتبر مؤتمر جنيف 2 فرصة لإرساء السلام في سوريا وأهمية الاعتماد على الحل السياسي في المقام الأكبر، وتحدث عن ضرورة توافر إرادة سياسية لدى الفرقاء السوريين. كيف يعكس ذلك التوجه المصري وما هي الآليات التي يمكن أن تحقق التوافق والتوحد السوري ونحن نشهد ما بين الحين والآخر أمثلة صارخة على الانقسام بين المعارضة السورية، وبالتأكيد يشكل أيضا حجر عثرة أمام تحقيق الحلول المطلوبة للأزمة السورية. وإذا أخذنا بعض النقاط السريعة في التعامل المصري مع الملف السوري، نجد أن على سبيل المثال من تحرك اليوم متجها إلى مونترو كان نبيل فهمي وزير الخارجية، وهذا على مستوى الرسمي وزير الخارجية المصري، وعمرو موسى
الامين العام السابق لي او السابق للامم للجامعه الدول العربيه والدبلوماسي العربي العتيد.